حالة بندقية سريعة ما بينهضش الجاذبية الأرضية تلعب بالرشاية اللي طالعة من القوة بتاعتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة طبعا يا جماعة حبيت أشرح لحضراتكم عن طريقة شرح تسفير بندقيتك، وإن شاء الله هنشرح لحضراتكم عن أكتر من نوع بندقية عشان لو أي واحد عنده بندقية من اللي إن شاء الله هنشرح عنهم النهاردة يبقى عنده فكرة. النهاردة طبعا يا جماعة لو معاك بندقية قوية زي مثلا ديانا هنتر 1250، ديانا 350 أو هنتر 1250 او فيروخ او كومة 400 او كرال ارمس او ديانة 52 54 56 هنشرح لحضراتكم يا جماعة. طبعا انتوا عارفين كل واحد بيبقى عارف قوة البندقية اللي معاه ووضع البندقية اللي معاه، بس احنا النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا وهي التسفير وازاي اظبط بندقيتي اثناء رحلة الصيد. بصوا يا جماعة احنا ان شاء الله قبل ما نطلع الرحلة بتاعتنا ايه اللي بنعمله؟ بنقف على اي مثلا حيطة في اي مكان، ويكون الحيطة دي بنضرب فيها رشاية ونشوف الرشاية بتاعتنا بتعلم فيها، يعني عشان خاطر اللي انا اروح مثلا على 10 متر 15 متر 20 متر اكون شايف الضربة بتاعتي بتيجي فين حتة، تمام؟ فانا بعمل مثلا بضرب ضربة وابتدي اظبط على الضربة اللي انا ضربتها ديت وشوف الرشاية بتاعتي بتروح شمال ويمين. بعد ما اظبط البندقية ايه اللي بيحصل يا جماعة؟ في حاجة مهمة جدا لازم انت تعرفوها، هي ايه؟ النشام بتاعنا اللي هو الخلفي، تمام؟ انا بظبط البندقية بتاعتي النقطة في النقطة، ركزوا في الكلام اللي انا اقوله. يعني انا ضربت على مسافة مثلا معايا بندقية ديانة 350 ظبطت على 17 متر او 20 متر، ظبطت النقطة في النقطة، حلو الكلام. باجي رافع حوالي يعني لفة بسيطة، يعني بص لفة بسيطة اصبح اللي انا بضرب يعني فوق النقطة، فوقها بالظبط مباشرة، يعني نقطتين اتنين لحمين في بعض، تمام؟ اثناء الضرب بقى واثناء الصيد في رحلة الصيد بتاعتي ايه اللي بيحصل؟ طبعا الضربة انا لما بعلى بقى شوية فوق بيبقى تركيزي في الحصلة وفي الدماغ، يبقى انا ماسك الدماغ والحصلة، تمام؟ ما بيجيش بقى في الصدر معايا والطير ريش والفرد اليمامي يطير، لا انا ماسك التلتين الفوقاني بتاع الطير اللي انا بضرب فيه ايا كان هو، سواء بقى يمام بط ايا كان الضربه المؤثره. طبعا رقبه حصله دماغ. الحصله معنى كلمه حصله دي يا جماعه ايه هي؟ الحصله دي بيبقى فيها الاكل ورا منها برضه بقيه الرقبه العنق، تمام؟ فالضربه لما بتيجي هنا يعتبر بتفصل اليمامه مباشره زي العمود الفقري كده بتاع البني ادم. طبعا ده هو يعتبر اللي عامل اتزان للبني ادم وهو كل حاجه. فهنا الضربه بتاعتنا لما بتيجي هنا في العنق ده، العنق ده بيبقى ماشي من اول الدماغ طبعا لغايه العمود الفقري او السلسله اللي هي يعتبر ماسكه اليمامه. فدي يعتبر اهم ضربه اللي هي ضربة الحصلة اللي بنسميها ضربة الحصلة، اللي يعتبر برضو داخلة على الرقبة ومباشرة بتنهي او في الرقبة من فوق طبعا اسفل الدماغ بيبقى الرقبة. يبقى انا ماسك التلتين الفوقاني بتاع الفرد اليمامي اللي انا بضربه او ايا كان الطير. فانا ليه برفع السن فوق بعد ما اظبط النشان؟ عشان خاطر لو انا يعني مثلا ضربت وتشت مني شوية يبقى في الحصلة، عليت مني شويه يبقى في الدماغ، ولكن ظبطتي هتبقى في الرقبه، لان انا ظابط النقطه في النقطه. فلما هاجي اضرب ممكن تيجي مثلا معايا في الصدر، فلما برفع احل البقره السنه بتاعت النشان الخلفي يبقى انا كده ملكت التلتين الفوقاني. فدي حاجه يا جماعه والله العظيم انا بتكلم بما يرضي الله عشان خاطر نعلم الصيادين ونعلم المبتدئين، ولو اي حد ما عندوش فكره يعرفها. انا معايا النشان وهشرح لحضراتكم عليه، لان انا ما ينفعش اشرح عن البندقية وانا قاعد في البيت، طبعا بيعملوا لنا مشكله في الفيديو. ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم هوضح لحضراتكم طريقه ضبط النشان بطريقه سهله خالص، عشان خاطر ما ينفعش قاعد في البيت اظبط بندقية بتاع، فده بيبقى معانا احنا بيحصل مشكله. هو الفيديو بيتقبل كل حاجه
بس يعني بيعاقبون عليه بعد عقوبات كده، فيديو غير مدرج او بتاع او حاجات زي كده، تمام؟ مش موضوعنا. المشان بتاعنا يا جماعه هو لو انا ضربت فرد اليمام وانا بقى مثلا اقصد اضرب في الحصله هنا، تمام، وجيت مثلا شمال شويه على عدله الصياد او يمين شويه، يعني يمين او شمال، فانا بالصدفه ضربت فرد اليمام زي ما شرحت في الفيديو في اثناء رحله الصيد. فبعمل ايه؟ بعرف الرشايه جايه فين حته في فرد اليمام وابتدي اظبط. اذا كانت جايه يمين فانا هرجع النشان ده لورا ناحيتكم كده، تمام اهو واضح. واذا كان الضربه جايه معايا على شمالي فانا هطلع ده لقدام اهو يا جماعه، هطلع ده لقدام كده، تمام. ضربه جايه شمال هطلع ده لقدام، ضربه جايه يمين هرجع ده ورا اهو. طبعا كده يا جماعه العصفوره ديت بتروح ناحيه الشمال، حلو الكلام. طيب بالنسبه يا جماعه لفوق وتحت، وده اللي لازم نتكلم فيه، المسمار ده معانا، ده المفروض بيبقى عندك في بندقوتك في بكره هنا بتلفها تربطها وتلفها تحلها، تمام. فانا لو انا قاصد ان انا مثلا بتدي معايا فوق، اقوم اربط المسمار ده ناحيه اليمين كده، يبقى انا بربط رباط. لو بتدي معايا واطي ابتدي احل ده، يقوم العصفوره ديت تطلع معايا لفوق، حلو الكلام. طبعا يا جماعه زي ما شرحت لحضراتكم ضبط النشان بطريقه سهله خالص، انا لا بعد ما اظبط النشان بتاعي النقطه في النقطه هقوم الف دي سنه لفوق احلها، يبقى الضرب بتاعي في التلتين الفوقاني من اي طير انا بضرب عليه. وضحت لحضراتكم يا جماعه. بالنسبه بقى للتسفير البندقيه اللي احنا طبعا في ناس كتير من المتابعين بتسالني في التعليقات اصفر البندقيه على كم متر. انا يا جماعه لو مثلا معايا بندقيه هانتر 1250، طبعا دي بندقيه قويه محتاجه ثبات اثناء التصويب، يبقى هنظبط على مسافه 20 متر، 20 متر كويس خالص، حلو. لو معايا ديانه 350 هنظبط حوالي برضو من 17 ل 20 متر، دي بنادق قويه. معانا ديانه 52 54 56 هنظبط برضو من 17، يعني بنمسك من 15 ل 17 ل 20 متر، وده كله بيرجع للصياد، اهم شيء يكون في ثبات اثناء التصوير، حلو الكلام. تعالوا بقى نظبط مثلا البنادق الكرال ارمس، ودي برضو يعتبر بالنسبه للبنادق اللي اتكلمنا فيها طبعا بنادق قويه، دي تقل بالسرعه، يعني اذا كانت دي كانت بتضرب في الثانيه 300 متر فدي بتضرب مثلا 220 متر 230 متر 240 متر لما تكون مشدوده شده مظبوطه، في النمره 1 وفي النمره 2 220 230، تمام. ديت هنبتدي نظبطها على كام متر؟ من 12 ل 15 متر، من 12 ل 15. مش معنى ان انا هظبطها من 12 ل 15 متر هي مش هتضرب المسافه ديت، لا، انا بمسك اللي يعتبر تحت المتوسط اللي هو مثلا ايه 15، يبقى انا هضرب لغايه 45 متر البندقيه معايا مظبوطه 100 100 على يعتبر على الثلاث نقط. اما بقى لو انا عايز اضرب مسافات ابعد من كده ايه اللي ممكن يحصل؟ هوضح لحضراتكم يا جماعه واحده واحده. لما كنا بنشرع عن ضبط النشان زمان ما كنتش بدي نتيجه موحده، لان طبعا كل بندقيه ولها سرعه ولها قوه معينه، فالوضع هنا بيختلف. احنا لما هنيجي نظبط على 15 متر هنضرب لغايه 45 متر ثلاث نقط متساويين. اما لو انا حبيت اضرب على مسافه ابعد من كده زي 50 زي 70 زي 80، وده فضل ونعمه من ربنا حصل معانا، وخالد ضرب على مسافه 120 متر، ودي طبعا حاجه من الصوره فضل ونعمه من ربنا، ما هوش كلامه خلاص. ايه اللي ممكن نعمله؟ هنضرب يا جماعه فوق الدماغ. احنا طبعا ظابطين اللي احنا بنجيبها بتاعتنا في الحصله. يبقى انا هفاد الرقبه والدماغ وهضرب فوق الدماغ. ليه هضرب فوق الدماغ؟ زي ما شرحت لحضراتكم في فيديوهات قبل كده، عشان خاطر ان انا دلوقتي في جاذبيه ارضيه. يعني لو انا هروح اضرب على مسافه مثلا 70 متر او 80 متر احيانا الرشايه بتتخفض، يعني بتروح اذا كان بتضرب 100 متر فبتيجي عند 50 متر او 60 متر وتبتدي الرشايه تاخد منحنى او منحدر رمايه،
تمام؟ يبقى انا لما اضرب في الدماغ على ما توصل هكون جاي في الدماغ يا في الحصلة. يبقى انا ببتدي اللي انا العب مع الهدف. انا حتى انا ماسك الثلاث نقط مع بعض ولكن هضرب في الدماغ. عدي شعاع بصري من الشيز الخلفي على النقطة الأمامية على الهدف، وبعد كده هاجي عالي طبعا بالبندقية على دماغ الهدف. يبقى انا هخلي الرشاش تحت هنا. عندي ما هتيجي يبقى في جاذبية أرضية وهتبتدي تنزل أو تنحنى، يكون جاية في الدماغ يا في الحصلة. طبعا مش هيبقى المستوى بتاع ده كله، ده طبعا ايه مليات بسيطة يعني، حاجات بسيطة اللي بتفرق. يبقى احنا عرفنا الكرال أرمس أو البنادق اللي هي متوسطة القوة من 12 ل 15 متر. عايز تظبط على 10 برضه مفيش أي مشكلة، بس أنا بفضل بتعدى ال 10 متر، لأن ال 10 متر بيدوك يعني حوالي بتاع 35 متر. الثلاث نقط متساويين مع بعض. حلو. وسرعة البندقية هنا ليها عائد يا جماعة، عشان خاطر اللي احنا بنتكلم في منحدر الرماية، طول ما معانا بندقية سريعة ما بنهدش الجاذبية الأرضية تلعب بالرشاية اللي طالعة من الفوق بتاعة الماسورة. لو بندقية ضعيفة بيبتدي بقى خلاص البندقية ضعيفة ما بتمشيش مسافة بعيدة، فبتبتدي الجاذبية الأرضية بتسحب الرشاية على طول. يعني خلاص انا مش السرعه بتاعتي بتاخد مسافه كبيره لما اكون بندقيه قويه، بندقيه ضعيفه بتاخد مسافه قليله فبتبتدي منخفض على طول وتاخد المنحنى بسرعه. فيبقى من هنا هنسفر البنادق بتاعتنا، كل واحد عارف بندقيته، اذا كان بندقيه متوسطه القوه او فوق المتوسط يبقى من 12 ل 15، اقوى من كده يبقى من 17 ل 20. احنا ما نعديش ال 20 متر الا في البي سي بي، البنادق اللي هي البي سي بي نظبط على نسافر على 25 متر و30 متر، اللي طبعا قوه فائقه، سرعه خطيره، وعلى حسب برضو البي سي بي، البي سي بي انواع يعني، طبعا كل ما نستعب حاجات العاليه ديت هنظبط على 30 متر و35 متر لان السرعه رهيبه. وكمان يا جماعه حابب ارد على الناس حبايبي اللي بتسالني النمره واحد احسن او النمره اثنين، او النمره اثنين اقوى ولا النمره واحد. الموضوع يا جماعه بيرجع على حاجة واحدة بس، أولاً النمرة واحد أسرع من النمرة اثنين، يعني لو جبنا نوع كرال فيها أربعة ونص وفي خمسة ونص وهما الاثنين شركة واحدة وتصنيع واحد وماركة واحدة، هنقولهم اللي لو مثلاً النمرة اثنين بترمي أو السرعة بتاعتها في الثانية 250 متر، يبقى النمرة واحد 300 متر. يبقى هنا حجم الرشاية بياخد سرعة أكتر، لأن هو يعتبر نفس الجلدة ونفس السوستة، بس شوية الهواء أو الجول اللي طالع من القميص بدل ما بيشيل وزن نمرة خمسة ونص بيشيل أربعة ونص، فهنا في فرق. أنا لو شايل حاجة خفيفة همشي بها مسافة أبعد، ولكن لو شايل حاجة تقيلة مش هقدر أواصل بها نفس المسافة اللي شلت فيها وزن خفيف. النمرة واحد بندقية كويسة، بندقية محترمة أيا كان نوعها، ولكن بترجع على حسب الصياد. عايز دقه شويه في التصويب، عايز ثبات اثناء التصويب يبقى فيه ثبات. ولكن انت لو ضربت سواء بنمره واحد او بنمره اثنين ضربه غلط في الصدر، اليمامه هتقع، بس فين الله اعلم، هتطير شويه وتمشي وبعد كده تقع، يبقى انت ما تحصلتش عليها وقت. اما لو هتضرب باربعه ونص وهتضرب في الحصله او بخمسه ونص وهتضرب في الحصله ضربه مقتل، هي لو رشايه اقل من اربعه ونص وجت في الرقبه هنا، لو في بني ادم يا جماعه هتموته صدقوني، خلاص هتخلص عليه وقتي. فربنا يستر علينا، ويا رب اكون يا جماعه قدرت افيد حضراتكم بالفيديو بتاع النهارده، وهو ده كان الفيديو. اتمنى من حضراتكم تعملوا لنا لايك واشتراك، فعلوا لنا الجرس، وان شاء الله استنظر رايكم في التعليقات، وشكرا لحسن المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله.